السلام عليكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو الجديد. أتمنى أن الكل يكون بألف خير. معكم أخوكم عبد الحكيم. شكرا لكم على تعليقاتكم، شكرا لكم على تحفيزكم، القناة محتاجة لدعمكم، شكرا لكم جزيلا الشكر. في هذا الفيديو راح أشرح لكم كيفية إلغاء ارتباط جميع الأصدقاء الفيسبوك بنقرة واحدة، أو بعبارة أخرى حذف أو إزالة جميع الأصدقاء على الفيسبوك بطريقة جد سهلة وتطبيق حصري وجديد ومضمون 100%. فقط خليك معي وتابع معي الفيديو حتى الأخير. نبدأ في الشرح على بركة الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي من جديد. قبل ما أبدأ في الشرح، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يوصلك كل جديد، ودعم الفيديو باللايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لكي يستفيد الجميع. نبدأ في الشرح على بركة الله، ورح نقوم بتحميل هذا التطبيق. راح أسيب لكم رابط تحميل هذا التطبيق في صندوق الوصف، ثم راح ندخل إلى التطبيق، ثم راح نختار اللغة التي نريدها. أجي واجهة التطبيق، أول راح نضغط هنا، ثم نقوم بالتسجيل الدخول بالفيسبوك الذي نريد أن نحذف الأصدقاء منه. على سبيل المثال هذا هو الفيسبوك الذي نريد أن نحذف الأصدقاء. لاحظوا إخواني، هنا الأصدقاء الذي أريد حذفهم كلهم هنا إخواني. هنا عندي 205 أصدقاء على ما أظن. نقوم بحذفهم، نخرج، ثم راح ندخل الى التطبيق، ثم راح نقوم بتسجيل الدخول هنا بالفيسبوك الذي نريد ان نحذف منه الاصدقاء بالضغط هنا على لوجين، ثم راح نقوم بادخال الجيميل والباسورد ونرجع نكمل الشرح. تسجيل الدخول الى الفيسبوك الخاص بك، هنا الفيسبوك الذي نريد ان نحذف منه الاصدقاء، ثم راح نضغط هنا على هذه الايقونه، ثم هنا راح تتوفر لنا جميع الخدمات. نحن راح نحتاج الى هذه الخدمة Remove All Friend، نضغط عليها، ثم ننزل، ثم راح نضغط هنا على Remove All Friend، ثم نضغط OK. لاحظوا هنا اخواني راح يقوم بالعد لمسح او حذف او ازالة الاصدقاء دفعة واحدة. لاحظوا إخواني أخواتي، فقط خليكم معي حتى آخر فيديو. هنا عندي 205 أصدقاء، راح يستغرق بعض الوقت ولكن مضمون 100%، وراح يزيل لك الأصدقاء من الفيسبوك عندك بطريقة جد سهلة حصرية ومضمونة 100%. أتمنى الشرح يكون نال إعجابكم، أتمنى الشرح يكون خفيف ظريف على قلوبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. شكرا على مشاهدة الفيديو. باي باي.